سلوى محمود، لعبت كرة يد بالنادي الأهلي ومنتخب مصر. أنا كانت بدايتي في النادي كانت في السباحة، يعني ابتديت سباحة من سن 5 سنين لغاية 13 سنة، وبعد كده انتقلت لفرق الهاندبول في النادي الأهلي. كملت بقى هاندبول لغاية اتجوزت وخلفت وفضلت مكملة برضه شوية، وبعد كده بقى اعتزلت الحمد لله. لعبت طبعا بطولات الناشئين ودرجة أولى النادي الأهلي ومنتخب مصر. بالنسبة لعلاقتي بالنادي، هو بيتنا، يعني النادي الأهلي يعتبر بيتنا، احنا من واحنا صغيرين في النادي هو بالنسبة لنا الأساس. يعني أنا دلوقتي في أهلي مدينة نصر وبناتي بيلعبوا هاندبول في أهلي مدينة نصر، بس هو أهل الجزيرة كمان بالنسبة لنا هو البيت بالنسبة لنا. زمان برضو كان في حاجة حلوة جدا بالنسبة للفرق، احنا كلنا كنا عيلة واحدة، كلنا كنا بنتجمع بعد التمرين. ما فيش حاجة اسمها هاندبول، ما فيش حاجة اسمها سباحة، ما فيش حاجة اسمها فولي باسكت، كلنا عيلة واحدة. بس فاحنا الحمد لله تربينا على حب النادي الاهلي، يعني ما نقدرش نبعد يعني عن النادي. انا الحمد لله كنت بتصعد، يعني انا كان عندي 14 سنه كنت بلعب 16 و18، وبعد كده دخلت، يعني الحمد لله كنت اصغر واحده في الدرجه الاولى في الجيل بتاعي. وبالنسبه للمنتخب برضو لما لعبت امم افريقيه مع كابتن مسعد عباس الله يرحمه، كنت اصغر واحده في المنتخب ساعتها، يعني كنت متاخده من منتخب الناشئين. فانا كان من النوع اللي هم كانوا على طول بقى محتضنيني، يعني انا الصغيره. ف بالنسبه لاصعب البطولات بقى اللي مرت علينا، كان الحمد لله الحمد لله في جيلي احنا كنا مكتسحين البطولات. النادي الاهلي كان مكتسح على مستوى الناشئين ومستوى الدرجه الاولى، يعني كان الطبيعي ان احنا واخدين بطولات الموسم كله، حتى لو ماتش صعب شويه، بس الدنيا كانت يعني الحمد لله احنا كنا مكتسحين البطولات في الفتره دي. كان من الفرق المحترمه قوي بالنسبه لنا، كان في سموحه من اسكندريه، سبورتنج، كان في فريق الطيران، يعني من الفرق اللي كان ممكن يعني ما كناش طبعا بنبقى خايفين، بس من الفرق اللي يعني الماتشات كانت بتبقى شده يعني. بس اصعب بطوله بالنسبه لي كانت مع منتخب الناشئات، او كانت في نادي الزمالك. دي كانت اول بطوله دوليه ادخلها، فهي دي كانت بالنسبه لي اصعب بطوله، وكانت في مصر وجمهور، فدي كانت ضغط النفسي بالنسبه لها صعب شويه، وكان اول مره نقابل فرق افريقيه، وكانت فرق افريقيه يعني قويه بالنسبه لنا. فدي كانت اصعب بطوله يعني دخلتها، كانت اول بطوله دوليه بالنسبه لي. بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، هو يعني هو اللاعب بيبقى نمره واحد بالنسبه لنا، يعني لما بيبقى فيه ماتشات جامده هو بيبقى الاساس في السبورت بالنسبه للعيبه. فطبعا النادي الاهلي جماهيره عريضه وهم الاساس في كل البطولات.